الله يرحمك يا أم بسام. هذا أنا عزت وعودي نقرأنا الفاتحة لروح المرحومة أم بسام الأخت ميركا التي توفيت في أول عشرة، في عشرة أظن عشرة عشرة 1997. وين عود اللي ما بيعمل تلفون لخاله؟ هذه حوارة كالعودلة من 15 سنة. شايفين سميح البنا اللي بطل يعمل تلفون؟ زيارة الميت صارت حرام عنا. ما شاء الله. ايش هي نزيه؟